لكن الشيطان يأتيك ويقول لك اشتغل عقد الراتب، زيدوني بالراتب بزيدكم في العمل. لا لا، غلطان، لأنه مدام قبلت أنت بهذه الوظيفة وقبلت بهذا الراتب يجب أن تعطي أفضل ما عندك وأحسن ما عندك حتى تنجو أمام الله عز وجل. الإتقان كان سبب في أنه مسلمين لهم أجدادك في غزوة الخندق خلال 6 أيام يدافعوا عن المدينة المنورة كاملة، عن بلد وعن مجتمع وعن دين وعن عرض وعن طفل وعن مال وعن مستقبل أمة كامل في 6 أيام كانت هي الفارقة، لأنهم استخدموا الإتقان باب النجاح.